ايه السبب الانقسام ده؟ وقولي قولي لي ايه لما لقيت التعليقات المختلفة اللي بعضها بدأ صفحات تؤيد اللي عاكسها وصفحات تؤيد منا، وبدأ حتى محمود ده يتلقى عروضا لإعلانات والأفلام ويلتقط الصور في أماكن مختلفة، وناس تدخل تتضامن معاه وناس تدخل تتضامن مع من. لقيتي ده ازاي؟ اول حاجه انا ماليش دعوه بيه، دي حياته. اذا كان هو بيستغل الشهره اللي حققها، استغل الشهره دي في ان هو يجو ان ويشو اوف بكل اللي بيحصل ده، بقى يروح الحتت اللي ممكن ياخد منها اي بنت، ويقول اذا كان ممكن تشرب مع اي قهوه في اي حته عامه وخلاص، هي دي الحتت المفروض ان هو ياخد منها بنات، تمام. أسوأ حاجة في الموضوع ردة فعل الناس، كل الناس مع الولد بيتحاملوا على البنت لغاية انت امتى؟ لقيتي في حملة كتير تحامل على البنت؟ ليه؟ وفي تشهير بالبنت ويخشوا دي لابسة وعاملة. الأزهر النهاردة قال إن هو التحرش ده أكيد محرم ولا يجوز تبريره بأي حاجة ده لو كان بأي هو مبرر. تحرش بقى، نعم؟ لو كان هو تحرش، لا مين هو وصف هو تحرش، التحرش؟ هو لازم يكون لفظ جارح او يكون لا، فيه يعني لازم يكون لفظ خادش للحياة. ده القانون بتاعنا، لكن اه هي تمام، شركة ما احنا صورته. اللي بيحكم بيننا قانون، امال اللي بيحكم بيننا الفيديوهات. فيديوهات عشان هو كده يعني حضرتك his body language ما نقع في كانت. مشكلة، مش في طريق رسم القانون طب ناخد القانون للفيديوهات. انا عايز اسمع، شوفوا انتوا استأسدتم عليها يعني هنا. يعني عايز اسمعها. دي البنت صغيرة اول مرة تطلع، حتى مش اول مرة تطلع في التلفزيون. لا ممكن طيب. عملت حاجه تبع الكليه بس مش اونلاين يعني. فانت لقيتي فيه حمله على البنت لمجرد انها بنت. مجرد انها بنت ان دخلوا على البروفايل بتاعها جابوا صورها. لا هو ما مش معنى ان هو ما قالش حاجه جارحه معنى كده ان هو مش غلطان. هو العادي ان انا اوقف اي بنت في الشارع واقول لها تعالي اشربي معايا قهوه. طب سؤال، طب لو هي كانت راحت شربت معايا قهوه مثلا وسرقها، هل هيبقى ليها حق انها تعمل اي حاجه؟ ما انت رحتي مع واحد غريب، ما انت اللي مشيتي مع حد غريب. طب اوكي، او شافع حد يعني اللي هو الاستاذ ميشيل بيقول لك هو فين التحرش اللي حصل هنا، او شافع حد كده من جيران يقول لك شوف البنت المنحله ده قاعده مع بتاع، يعني مفاهيم بقى يعني. ناس كتيره جدا زي مثلا في بعض المجتمعات بتبقى البنت مغلقه لدرجه ان لو اخوها شافها مع حد غريب في الشارع بيجري عليها يقول لها ده مين ده، واقفه مع مين حتى لو كان زميلها. ما بقارنش طيب. ده بده. اوكي خلوا سؤالنا يا جماعه اللي هنضعه على الشاشه هنشارك المشاهدين معانا فيه. لماذا يتم تشويه البنت، او لماذا يتم تشويه الفتاه في قضايا التحرش والاغتصاب؟ حتى بتروح المحكمه بتتبهدل، دايما بتلاقي دفاع الخصم بيلجا الى فكره تشويه سمعتها. يعني ده لو يعني بيحصل بهذا. طب انا سمعت